ما دخلتش نقرا، كنت يعني معوقه. ومن بعد كي سمعت بجمعيه اقرا رحت قريت، وهاني اليوم دينا السيزيام ان شاء الله نزيدو نديرو حاجه اكثر من هكا. هن امهات حرمنا من مقاعد الدراسه، لكن شاءت الاقدار ان يلتحقن كبار. لم يحد ذلك من عزيمتهن واصرارهن على حفظ ما تيسر من كتاب الله. جمعية إقراء بولاية باتنا بادرت إلى تكريم ناجحات. ما نعرفش كلمة، ما نعرفهاش كلمة ألف، ما نعرفهاش. الحمد لله راني نختم في المصحف. الحمد لله يا رب العالمين، من عندك نحمد رب العالمين ونشكره بالنعمة اللي أعطاها لي اليوم. أنا كنت ما نعرفش نقرأ، كتب ربي رحت للمسجد وعطى، بديت نتعب، تعبت شوية، تعبت بصح الحمد لله اليوم عدت نقرأ. عندي قريت سورة البقرة حتى الأنعام، عندي 14 حزب، وقريت من قل هو الله حتى الأنفال 20 حزب الحمد لله. الناجحات أبدين إعجابهن بالمبادرة التي اعتبرنها حافزا مشجعا لتحصيل مزيد من التفوق. اقرأ يا جمعية خيرية أكثر منها يعني حاجة تجارية، واليوم نقولوا الجزائر ما كانش فيها يعني الجاهل كما نقولوها بالعامية، لأن الاستعمار كان يحوس بها يخرجنا كامل جاهلين، لأن بها ما نفكروش في مستقبل زاهر، في مستقبل في أمة موحدة، في أمة واعية. مدارس محو الأمية المنتشرة عبر ربوع الوطن أثبتت قدرتها على تلقين نساء من مختلف الأعمار أبجديات القراءة والكتابة، ليتركنا شبح الأمية إلى غير رجعة.